وأوكرانيا تعتمد العتاد والسلاح الرقمي، كيف ذلك؟ أوكرانيا اليوم قامت بتحويل قواتها المقاتلة إلى صيغة رقمية ساعدتها في التغلب على الآلة العسكرية الروسية خلال ضمان مقاتلين شبكيين رقميا ومعلومات استخباراتية وفق صحيفة وول ستريت جورنال. فشبكة الجيش الأوكراني التي تضم عشرات الطائرات بدون طيار والأسلحة المتطورة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبرمجيات المخصصة باتت تمنح للجنود الأوكران مستوى كبير من المهارة والتنسيق والدقة، وتسمح لهم بإدارة ومتابعة تمركز الجيوش الروسية الضخمة. هذه المتابعة أدت لنجاح أوكرانيا في توجيه ضربة قوية لروسيا من خلال رصد هواتف الجنود الروس في ماكييفكا. ووفق مراقبين، نجاح أوكرانيا في تجميع نظام قيادة وتحكم افتراضي سريع يقدم دروسا قيمة للغرب، لا سيما حول الحاجة إلى التجربة وتضمين خبراء غير عسكريين، حيث قام المبرمجون الأوكرانيون بتحديث نظام يطلق عليه الجيش اسم دلتا لمنح القادة المحليين معلومات استخباراتية عن ساحة المعركة في الوقت الفعلي، والتي يتم تلقيها من طائرات بدون طيار ومن مراقبين يعيشون في الأجزاء التي تحتلها روسيا في أوكرانيا. وبالتالي الجيش الأوكراني سيكون الأكثر تقدما في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال بناء معدات ووحدات تشويش بطائرات بدون طيار محلية الصنع، ويصنع أيضا وحدات بطاريات رخيصة عالية السعة لإبقاء الجنود متصلين بالإنترنت أثناء القتال، وهي قفزة تكنولوجية في 10 أشهر فقط. ويتمثل أحد عناصر نجاح أوكرانيا في كيفية عمل الوحدات العسكرية المختلفة وشركات التكنولوجيا الأوكرانية على تقنياتها العسكرية الجديدة التي تضمن رقمنة آمنة تربط القادة والمقاتلين والأسلحة والاستخبارات.